السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا لكم تاني إن شاء الله بإذن الله مع بعضنا كده. معانا كومبروسر فولفو اف ام دي 11 زي ما انتم شايفين معايا. طبعا يا جماعة هنعمله طبعا إصلاح ريفوزيناتو، طبعا زي ما انتم شايفين بنحله مع بعضنا بنفكه مع بعضنا كله. هنعمله طبعا إصلاح. طبعا يا جماعة هو دايما المشاكل الكومبروسر ده دايما المشاكل بتاعته، من كل المشاكل بتاعته دايما الجوارنيسيون الجوانات بتاعة وش السلندر بتاعه بتاع البلاطة نفسها دي فيها مشاكل كتير دايما يا جماعة، بتعمل مشاكل كتير ويبقى باين قدامك ان هو جديد مفيش منه اي مشكلة، وساعات دايما على طول بتجيب مية في الخزانات. ف ان شاء الله باذن الله مع بعضينا كده النهارده هنحله بطريقة سهلة وبسيطة، ونغير الطقم البلاطة نفسه كامل مكمل، الطقم كامل كله على بعضيه زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا بحل البلاطه دلوقتي زي ما انتم شايفين، طبعا بفورها دلوقتي من بعض هي البلاطه بس، لانه يا جماعه ما بتعمرش لان تحت ما فيهوش طبه، هو بس دايما على طول مشاكله في البلاطه بتاعته، مش من السهل ان هو يجيب زيت يعني بمعنى اصح يعني. طبعا هنحل دلوقتي برضه ونشوفه مع بعضينا، هتلاقوه برضه حالته، حاله الشميز نفسه حالته نظيفه، وحاله البستن برضه كذلك الامر. فان شاء الله باذن الله مع بعضينا كده كده واحده واحده. انا زي ما انتم شايفين بنفوره، طبعا الماركه اللي هنقفلها يا جماعه زي ما انتم شايفين هوريها لكم برضو واقول لكم على الماركه بتاعته ان شاء الله باذن الله. فانتظرونا يا جماعه ان شاء الله باذن الله اخر فيديو كده. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين احنا حللنا دلوقتي، رفعنا البلاطه نفسها وش السلندر بتاع الكمبرسوري، فطبعا زي ما انتم شايفين بطريقه سهله وبسيطه اهو طلعناها. طبعا زي ما انتم شايفين الجوانب كلها ضاربه يا جماعه، طقم الجوانب كله ضارب، وزي ما انتم شايفين محروق نفسه اهوت. فطبعا زي ما انتم شايفين هننطر الشفرات نفسها ونبدا ننظف ان شاء الله باذن الله الكمبروسر ان شاء الله باذن الله مع بعضينا كده. هننطر الشفرات وننظف الكمبروسر بطريقه مظبوطه ان شاء الله باذن الله مع بعضينا. هننظف الكمبروسر ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين احنا نظفنا الكمبروسر، طبعا زي ما انتم شايفين حاله الكمبروسر جديده، الشمايز بتاعته جديده يا جماعه مفيش منها اي مشكله، حتى البساتم برضو بتاعته تمام مفيش منها اي مشكله، فعلا حالته نظيفه صراحه يعني. انا بعد ما نظفته زي ما انتم شايفين حالته عامله ازاي بدون ما نحل اي شيء، بدون ما حتى مفيش لبه في الـ في الـ في البيستم نفسه فيها في الشمايز نفسها، فصراحه حالته نظيفه جديد. فانا زي ما انتم شايفين بنبدا نحط نسبه زيت بسيطه ونبدا بقى عشان نقفل طقم الشفرات والبلاطه كذلك الامر ان شاء الله باذن الله مع بعضينا. فزي ما انتم شايفين نسبه زيت بسيطه، ما تكترش زيت عشان مش كويس انك تكتر زيت في كومبرسوري، فنسبه زيت بسيطه زي ما انتم شايفين معايا مع لفتين برضو كده تلف الكمبروسر برضو كذلك الامر مفيش اي مشكله. طبعا ببدأ زي ما انتم شايفين انا ما بحط الزيت ولا بحط سيليكون ولا بحط اي شيء على الجوان بتاع الكمبروسر يا جماعة زي ما انتم شايفين، واحدة واحدة زي ما انتم شايفين معايا. طبعا نضف كويس بس لو يكون في اي شيء، في يكون اي شيء من الكارت نفسها في مشكلة على وانت بتنضف في زي نظام كارت على البتاع برضو زي ما انتم شايفين دلوقتي. هوريكم البلاطة الجديدة يا جماعة، طبعا ماركة تركي، ماركة اللي هي تركية يا جماعة، ماركة نظيفة على فكرة زي ما انتم شايفين معايا. هنبدأ نقفل. طبعا هو جايب طقم المسمار كله يا جماعة، طقم المسمار كله كامل، طقم مسمار جديد جاي البلاطة كاملة بالطقم المسمار كله كامل. فزي ما انتم شايفين معانا هي جاية متقفلة ببعضيها يا جماعة البلاطة، بس مش ناقصة الا الشفرات، الشفرات هي اللي مش متقفلة، الشفرات اللي هي اللي مش متقفلة، انما هي جاية متقفلة ببعضها البلاطة كاملة زي ما انت شايف جوان بتاعه بالشفرة بتاعته كذلك الأمر. طبعا بفور زي ما انتم شايفين اهو واحدة واحدة. طبعا ليه عدلة يا جماعة تخلي بالك برضو، ليه عادلة في ليه زنب، الزنب زي ما انتم شايفين معايا ليه عادلة تخلي بالك برضو منها. هو زي ما انت شايف كده طبعا بيقبلش اصلا على يعني لو قلبته او الكلام ده مبيقبلش الكلام ده معاك. طبعا انا بقفله على البلاطة نفسها وابدأ اسقط بيه على الكمبرسوري.
طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين معايا، طبعا احنا هنقفل بقى البلاطة، طبعا بقفل الجوان طبعا على الزنب بتاعته زي ما قلنا، نطمن على الزنب بتكون تمام يا جماعة، وتكون الشفرات عدلتها مظبوطة. طبعا زي ما انتم شايفين هنبدأ نقفلها دلوقتي حاليا على الكمبرسوري، فواحدة واحدة هنقفلها مع بعضينا كده. زي ما انتم شايفين انا بخلي الجوان على البلاطة نفسها، ما بحطوش على الكمبرسور لان الزنب دايما على البلاطه يا جماعه، الزنب مش موجوده على الكمبرسوري. فزي ما انت شايف واحده واحده كده معانا، تفضل لحد ما تسقط معاك لوحدها كده بدون اي شيء على الزنب، تضهيها صح زي ما انت شايف كده معايا، واحده واحده شمال يمين مثلا اهو، زي ما انت شايف معايا ركبت معايا تمام بدون اي مشاكل وبدون اي وش. طبعا زي ما انتم شايفين نبدأ نقفل طقم المسمار. طبعا يا جماعة زي ما قلنا طقم المسمار ده جديد جاي مع البلاطة نفسها، في مسامير معاك مش هتربط معاك، ممكن ما تكونش مضاهية مثلا معاك، فهقول لك ازاي نبدأ تتقفل معاك. تمام زي ما انت شايف كده المسمار ده معايا مش جاي مش محكوم زي ما انت شايف اهو، مش جاي مش راكب معايا. ف هنبدأ اوريكم ازاي نعمل ايه دلوقتي بالظبط مع بعضينا. زي ما انت شايف شفت المسمار اللي انا شورت لك على ده، المسمار البلوني ده طبعا يا جماعه بنهوى عليه، اللي هي بنفصل البلاطه، لان البلاطه ديت زي جزئين، الوش الخارجي اللي فوق اللي هو فوق اللي بيتقفل فيه كل الطاقه، والبلاطه تحت كذلك الامر. بهوى عليها زي ما انت شايفين هوى عليه المسمار، والمسمار هيركب معايا تمام بدون اي مشاكل وبدون اي شيء كان. زي ما انت شايف معايا بهوى عليهم بطريقه بسيطه، البلوني ركب معايا تمام، برجع اشد على البالون يا جماعه وبرجع بعد كده اقرط عليهم تاني مفيش مشكله. فطبعا زي ما انتم شايفين معايا البالون ده يا جماعه بياخد 35 يوتن، انا بربط برضه يوتن يا جماعه، اجمع عليهم بالبستوله وبعد كده اشد يوتن كذلك الامر. فان شاء الله باذن الله انتظرونا اخر الفيديو كده يا جماعه مع بعضينا برضو، بحيث ما اطولش عليكم في هذا الفيديو. فور تمام كيف دي ربط بونا. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين انت سمعت الضغط بتاعه عامل ازاي، طبعا تمام معايا مفيش منه مشكله، بطريقه سهله وبسيطه يا جماعه. عمرنا يعتبر عملت عمره الكمبرسوري مفيش منه اي مشكله، لان زي ما قلنا يا جماعه مش دايما بيهلك البساتم بتاعته والشمايس بتاعته كذلك الامر. فزي ما انتم شايفين احنا قفلنا البلاطه بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله باذن الله اتمنى يا رب تكونوا استفدتم فيديو، وان شاء الله باذن الله انتظرونا فيديوهات جديده. واي حد محتاج يسأل يا جماعة يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله بإذن الله يرد عليه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.